لساعات طويلة تنقطع خدمة الكهرباء في مأرب، ويتزامن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وبشكل مضاعف مع حلول شهر رمضان. وخلال الخمس السنوات الماضية يمارس الناس الطقوس والعادات ذات الخصوصية الرمضانية لتمضي لياليهم على هذا النحو من المعاناة والصعوبات وسط ظروف اقتصادية ومعيشية غاية في الصعوبة. الكهرباء كانت في قبل أيام رمضان كانت ممتازة جدا جدا، وأما بالنسبة في رمضان فهي الآن يعني تنقطع باليوم لحدود 4-5 ساعات. أين المحطة الغازية؟ أين الوعود التي وعدوا أنها ستوفر هذه الكهرباء التي تغطي المحافظة، خاصة أن المحافظة تتعرض لحر شديد والناس الآن في ازدحام، الناس في ضيق من هذه الحرارة الشديدة. أما ساعات النهار حيث تزيد نسبة الاحتياج للتيار الكهربائي لمواجهة حرارة الشمس الملتهبة التي معها تخلو الشوارع من المارة، فيتزاحم البعض هنا تحت أجهزة التكييف وآلات التبريد لكن بلا جدوى مع انقطاع الكهرباء أو ضعف قوة التيار الذي أتلف عددا من الأجهزة والمعدات. وضع بات فيه المواطن باحثا عن أماكن الراحة على أرصفة الشوارع ودور العبادة في وقت بدت السلطات المحلية عاجزة عن تقديم حلول جذرية لأبرز مشكلة تواجه الساكنين في المدينة. الانطفاءات كما ذكرت ليست كثيرة، هي قليلة جدا مقارنة بالعام الماضي نتيجة الطاقة التي تم إضافتها إلى الشبكة والتحسينات التي تمت في الشبكة. أغلب الانطفاءات ناتجة عن عدم توفر الوقود الكافي لتموين المحطات على مختلف مواقعها. صحيح أن سلطات مأرب وخلال السنوات الماضية حاولت سد الفجوة الكبيرة بين ما هو متوفر من طاقة كهربائية ونسبة الاحتياج الكبير والمتزايد للتيار عبر تزويد محطات التشغيل بمحولات إضافية بدت غير كافية ولا قادرة عن تعويض النقص الحاد في التيار الكهربائي. لا حلول حتى اللحظة لأبرز مشكلة في مأرب، أو هذا ما توصل إليه الناس، حيث تزداد أسئلتهم وحالة استيائهم من الوعود المتكررة من قبل المسؤولين بسد الاحتياج الكبير من الطاقة الكهربائية. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.